لجودك منتهى شكري وتبجيلي، ففضلك فاق وصفي فاق تصويري، وخيرك فوق مسألتي ودعواتي، وسترك عند ذنبي روم تقصيري. لجودك منتهى شكري وتبجي. السلام عليكم طفيلات، شنبتكم؟ نتمنى تعودوا بخير وعلى خير. معكم قناتي أكسر لباس الوصفات الطبيعي والطبخ مملي. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم تبريمة البطاطس المسلوقة ومنقوع العرعار. صراحة تبريمة زينة حتى لإزالة الجلد الميت والتصبغات ولفحات الشمس، زينة حتى. نتمنى عنكم تطبقوها، ونتمنى عن الماسك ينال إعجابكم. تخلوا لي تعليقكم إن شاء الله، خلوكم معايا لتتمة الماسك. وهون لندخل في مكونات الوصفة. هون عندي حبة من البطاطس مسلوقة متوسطة الحجم، بغيتو تعدلوا حجم كبير أو كمية كبيرة ضعفوا المكونات. هون عندي كوتشارة كبيرة من العسل الحر، صراحة زين حتى في جميع الماسكات، مرطب قوي للبشرة. والمكون الثالث اللي هو حليب بودرة اللي هو نيدو، صراحة زين حتى في تبييض وتفتيح لون البشرة، ومايزينا اللي هي النشا طبعا. هون لهي نقضوا حبة من البطاطس المسلوقة لهي نقشروها، نقلعوا لها القشور ديالها، ومن بعد لهي نضيفوا المكونات الأخرى. من بعد ما نقينا حبة البطاطس لين نقطعوها قطع متوسطة على ذا الشكل بالسكين، باش كيسهل عليا هرسها بالفرشيط أو بالشوكة. ولا بغيتو نتوما تحطوا المكونات في الخلاط الكهربائي أفضل وأحسن. هون لهي نضيف كوتشارة كبيرة من حليب نيدو اللي هو حليب بودرة، صراحة نمبر وان في تبييض وتفتيح وتوحيد لون البشرة، زين حتى. وكوتشارة كبيرة من مايزينا. هون المكونات دمجناهم بمنقوع العرعار اللي نسيت عفوا ما صورت لكم في بداية الماسك. انا منقوع العرعار هون عندي واجد في الثلاجة كيكون بارد، كنضيف كميات متتالية باش كنخلط الخليط يلين كنحصل على خليط نوعا ما يعود ثقيل شوي ويسهل عليا نطبقه على البشرة ديالي. صراحة تبريمة زينة حتى لجميع أنواع البشرة، تصقل ماشي حق. هون لهي نقبضوا كمية من الخليط ولا ينطبقوه على البشرة ديالنا بشكل دائري على ذا الشكل، ونخلوها لين تقرب تنشف، يعني ما نخلوها تنشف قبالة على الوجه ديالكم، خلوها لين تقرب تنشف شوي، ومن بعد برموها ملي على شكل دائري، ومن بعد اغسلوا وجهكم بماء دافي ورشوه بمنقوع العرعار اللي كيكون بارد في الثلاجة. صراحة عفوا زين حتى. ان شاء الله حبيباتي تعود تبريمة ديالت اليوم نالت اعجابكم، صراحة تبريمة زينة حتى. ونتمنى عنكم تطبقوها وتردوا عليا النتائج اللي جبرتوا في الكومنتير، واكيد ان شاء الله اللي تعود لنتائج زينة. بالصحة والراحة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتشاركوا دي الوصفة أو دي الماسك مع أصحابكم وأحبابكم، تفعلوا الجرس ليصلكم إن شاء الله كل جديد، وإلى وصفة أو إلى ماسك قادم بإذن الله. في أمان الله ورعايته.